أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدينا دكتور في جامعة الإمام يدعو إلى التقارب مع المبتدعة كالصوفية والروافض كالزواج منهم، لأنهم يشاركوننا في معظم شعائر ديننا، فهم أخف من أهل الكتاب الذين يجوز التزوج من الكتابية. هذا كلام منكر وباطل، ولا يجوز لكم السكوت عنه. الواجب أنكم تكتبون تقرير، تكتبون تقرير تثبتون فيه عليه هذا الكلام، ويشهد عليه شهود، ويرفع لإدارة الجامعة للنظر فيه وإبعاده عن الجامعة، لأن هذا ينشر أفكارا خبيثة ولا يصلح أن يكون مدرسا. لكن بعد ما يثبت عليه هذا الشيء، اكتبوا عليه محضر وشهود بما يقول. نعم.